مسابقة اللقاء الوزاري اللي دار مع رئيس الحكومة. قيل التذكير صافي. هذا الاجتماع اللي تعقد مع رئيس الحكومة يوم 27 جاري بحضور كل من وزير التعليم ووزيرة المالية والنقابات اللي موقعها المحضر ديال 14 يناير 2023. غير باش نذكر وشنو داز في الاجتماع الا ما كانش عندكم 100% راكم عارفين وشنو داز، وانما ما فيها باس نذكر النقاط اللي كانت تداول في هذا الاجتماع ومن بعد غادي نفتحوا النقاش شويه. ان هذا الاجتماع بيان سور غادي يندرج في مهام دستوريه الساده العمال والولاد، حنا مسؤولين على الصغار على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيميه اللي كاينين، هذا هو المهم. هذا الشيء علاش عقدنا هذا اللقاء مع الاخوه مدراء المدارس واولياء واولياء التلاميذ والاباء والامهات. هذا اللقاء هو تاكيد للاراده المشتركه للسلطات العموميه والفاعلين في مجال التعليم من اجل المساهمه في خلق اجواء ايجابيه تساعد على تجاوز الوضعيه الحاليه. كيف كتعرفوا هذا الاجتماع اسفر على هذا الاجتماع على اتفاق على مجموعه من الخطوات التي من شانها احداث انفراج في الوضعيه الحاليه. شنو هما النقاط اللي يهمنا احنا في هذا النقاش؟ وهو تجنيد النظام الاساسي وذلك من اجل تعديله، تحسين الدخل للموظفات والموظفين في قطاع التربيه والتعليم، وقف اقتطاعات الاجور مدراء المغربين ابتداء من الشهر المقبل، وخلاص كاين برمجه اجتماعات مع القطاعات الوزاريه المعنيه بما فيها الماليه والشغل من اجل ايجاد الحلول المناسبه مع تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من اجل التوافق. دوما النقاط المهمه اللي خرجوا من هذا الاجتماع. دابا يا سيدي غادي نعطيكم الكلمه، كان شي واحد غادي نعطي السيد المدير الاقليمي والسيد المختار ولا المدراء اللي بغا ياخذ الكلمه قبل ما ندخل في النقاش على النقاط. تفضل السيد. شكرا السيد العميد ليكم النقاط العريضه ديال اللقاء الحكومي مع النقابات والاقدار التمثيليه الموقع على الاتفاق ديال 14 يناير 2023. هذا اللقاء اللي صار كما قلت السيد عامل مجموعه من النقاط اللي هي مهمه اللي هي اساسيه جدا، وهي التجميد ديال النظام الاساسي. ما يمكن نتكلم على التجميد الا ماشي غبيه هي باش نجمدوه، ولكن هي اجراءات يمكن نقول لكم غير البارح جاتنا تعليمات صارمه لوقف الاعتماد على النظام الاساسي اللي هو دابا في محطه الجدل. يعني كاين تعليمات دابا، يعني اي مراسلات اللي كدار اداريا اجرائيا ما بقاش غنيه دابا فعلي، يعني كاين طرق فعلي مع الاداره الاكاديميات المديريات ما غاديش يتم الاعتماد ديالو نهائيا. راه تم تعليم لا شك تعليم ماشي سهل، انا يمكن نقول لكم، لان اذا مشينا للسحب بزاف ديال المحتسبات راه ضروري بزاف الفئات، مش كاين النظام الاساسي اللي ما كلشي كيقول مشؤوم او شي حاجه، ولكن عنده محتسبات كثيره. هذا اللقاء ياتي في اطار التعبئه الشامله ديال الاطر ديال المديريه او الساده المديرين المؤسسات، بالاضافه الى جمعيات الاباء. هذا بطبيعه الحال تحت الرئاسه ديال السيد العميل، وتم التطرق الى مجموعه من النقاط من بينها مخرجات اللقاء ديال رئيس الحكومه مع النقابات اللي كانت مخرجات ايجابيه من اجل الرجوع الامداد ديالنا الى الاقسام. وهذا اللقاء بين التفاعل
ديال جمعيات الاباء وكذلك الساده المديرين اللي بينوا على انخراط ديالهم والتعبئه ديالهم من اجل التعبئه لرجوع التلمذه ديالنا الى الاقسام وبدايه ديال الدراسه بشكل عادي. بالاضافه خلال هذه الايام المقبله غادي يكون برامج ديال الدعم مكثفه من اجل تجاوز تلك الثغرات اللي تمت سابقا. ونحن من هذا المنبر كنشكر السيد رئيس الحكومه على هذه المبادره، هذه الشجاعه، وانه تنزل ودار التجميد والمراجعه. هنا تبارك الله كاين بعض الاخوان اللي هما في الاطر سواء الاداريه ولا التربويه كيقول لك كلمه تجميد ماشي هي الساحب، علاش ما عملش الساحب؟ بحكم ان مرخ القانون اللي عنده علاقه يعني سميتو غير مشروع يعني الغنى على غير مشروع ولا الاثري الى اخره، تم فيه السحب هذا، حيت كلمه هذا كنا ما يمكنش ندخلوا حنا، راه كاين مصطلحات اداريه، اذا جيتي للتعليم كانت مصطلحات اداريه خاصه في التعليم، واذا جيتي للداخليه عندها مصطلحات اداريه خاصه، واذا جيتي للماليه كل واحد عنده المصطلحات ديالو، ولكن هذا راه قرار تجمد لا يعتمد الا بقرار اخر. فالتجميد والمراجعه والحمد لله، فرئيس الحكومه السيد رئيس الحكومه انه حدد واحد اللقاء من اجل الحوار، وربما ايضا الحوار كيفاش غيكون؟ ربما حنا كطلبنا كنا لهم احسن الحوار ديروه ردوه للمجالس التدبير، شنو مجلس التدبير؟ لان المؤسسه التعليميه فيها واحد المجالس مجلسين ثم ادرى مني بذلك حسب الماده الى اخره من سميتو الماده 18 الى اخره من المرسوم السابق. حضرنا لقاء البارح مع السيد الوزير التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي، وكان لقاء مثمر. كنشكروا من هذا المنبر السيد الوزير على انه مد يده لجميع الاطر الاداريه والتربويه من اجل القضاء على هذا الاحتقان، لان كلنا نعمل ونبحث ونعزف على وتر واحد وهي مصلحه التلميذ. للاسف الشديد ان التلاميذ او الزمن المهدور هو ديال التلاميذ اللي هما فقراء، اولاد الفقراء والمعوزين. واليوم جينا حضرنا في عملة إقليم فحص أنجرة بدعوة من السيد المحترم عامل إقليم فحص أنجرة، من أجل كذلك عقد واحد الاجتماع يسعى ويتمحور حول عملية إرجاع التلاميذ والأساتذة إلى الأقسام ديالهم، إلى موضعهم الأصلي. الموضوع الأصلي ديال التلميذ هو القسم، والموضوع الأصلي ديال الأستاذ وهو القسم كذلك. وكفى كفى، حنا كنترجوهم وكنمدوا لنا لهم، كنقولوا الله يجزيكم بخير. البارح كان يعني اغتنمنا الفرصه مع السيد الوزير وقلنا شنو دابا مازال شنو هذا النظام الاساسي تم التجميد ديالو، وما يجمد لا يتم الاعتماد به الا بقرار وبمرسوم. اذا تم، وخير دليل، قلت لهم خير دليل على ذلك، واكد على ان حتى المباراه التي ستجرى في هذه الايام القليله ان شاء الله القادمه القليله، كان في النظام الاساسي السابق كان يعني كنسموه ملحق اداري وملحق تربوي، ولكن في النظام الاساسي الجديد اللي تم تجميده، ان اؤكد تم تجميده، يعني صباح اللي كان فك مختص في الاداره ومختص في سميتو تبدل، غادي يتم الرجوع الى النظام الاساسي القديم، وهذا اكبر دليل الى اخره. حتى المراسلات اللي تم الخروج ديالها او سواء تعلق الامر بالصادرات، جات تعليمات لا من طرف الوزاره ولا من طرف الاكاديميه ولا من طرف المدير الاقليميون بالمغرب، كنتكلم على المملكه المغربيه، يعني تم السحب ديالها. احنا كندعموا ما قاله المدير الاقليمي، ما نعاودش داكشي اللي قال. المهم احنا كمديرين وكآباء وكأساتذة سابقين ندعم ما تقوم به الوزارة، وندعم المخرجات التي خرج بها اللقاء، وسنحاول قدر الإمكان أننا نتحاوروا مع الأساتذة ديالنا إن شاء الله باش نوصلوا إلى واحد الحل مرضي. الهدف الأساسي منه هو أن التلاميذ يرجعوا إن شاء الله الأقسام ديالهم وتمشي السنة الدراسية على أحسن حال إن شاء الله. والسلام عليكم. أنا علاقات مع الاساتذه علاقات اخويه. حنا انا بالنسبه لي في المؤسسه ديالي كلهم صغار من ولادي، كلهم صغار، عندي معاهم علاقات. انا الرئيس ديالهم في المؤسسه وانا السابق ديالهم في القهوه يعني، ولكن هما ما قادرينش يجيو يخدموا لظروف معينه. بالنسبه لي انا العيولوجي عندي جي عندي خدمه، العيولوجي يعني الدعم جي عندي الدعم، ولكن يعني كيقول النظره ديال الاخرين ملي غادي نجي انا، يعني الصوره ديالي انا والاخرين، لان كنخصو واحد الدفعه باش
الاساتذه كلهم يجوا مؤسسه ديالنا، واذا جاو الاساتذه يقدروا يتحققوا الاساتذه راه جا الدعم، لان حنا الدعم شنو هو؟ الدعم سيكون بعد الدراسه.